ماما ده الحلاوة، شايف نفسه عليا حب تاني، وصحابك من كتر مصر شفايفهم بقى ليهم بدل البسبوسين، وحالي بقى سلاوة في شفايفهم، وانتي مش طايقة ابويا، وصحباتي مقسومين نصين، اللي بتلعن وتسب واللي بتمثل انها متحملة وبتحب، بتقولي جواز وهو يعني ايه الجواز، مش لما تعرفيه الاول ابقى قوليلي ساعتها اتجوزي. ماما ده الحلاوة، شايف نفسه عليا حب تاني، وصحابك من كتر مصر شفايفهم بقى ليهم بدل البسبوسين، وحالي بقى سلاوة في شفايفهم، وانتي مش طايقة ابويا، وصحباتي مقسومين نصين، اللي بتلعن وتسب واللي بتمثل انها متحملة وبتحب، بتقولي جواز وهو يعني ايه الجواز، مش لما تعرفيه الاول ابقى قوليلي ساعتها اتجوزي. في قرية بني عليش في مصر عام 2015، تعالت الأصوات داخل القاعة، ماذا حدث للفتاة؟ وتناقش الجالسون في انجذاب فكرهم إلى قصة الفتاة وغيفاريوس، تناقشوا فيما بينهم عما حدث له. ظل المحاضر صامتا ولم ينطق إلى أن هدأت القاعة، وانتبه الجميع في انتظار إجابة لسؤاله. أعرف شغفكم بمعرفة أحداث قصة الفتاة والأمير، ولكن أرجوكم أن تنتظروا لتفهموا اللعبة. فصمت الجميع في عدم استيعاب، ولكن مرغمين. في قرية بني عليش كانت تعيش أميرة، الفتاة اليتيمة التي يعطف عليها كل أهل القرية، فتاة في العشرين من العمر، غاية في الجمال والأنوثة، فلاحة بسيطة ولكن جسدها متفجر بملامح الأنوثة الناضجة الكاملة، تبهر أعين كل من ينظر لها، ولكن يخافها الجميع، فرغم جمالها فهي حادة الطباع، تحاول أن تحمي نفسها من رغبات وأهواء أهل القرية الذين ينظرون لها كفريسة بدون حماية، ويسيل لعابهم وهي تتحرك أمامهم بجسدها الأنثوي، ويحلم بالفوز بالليلة معها كل من يراها. كان في القرية رجل غني جدا يملك أغلب أراضي القرية، كلمته تحكم على الجميع، فهو صاحب أقوى نفوس في القرية كلها. حينما كان يرى أميرة الجميلة كان يعطف عليها بالمال الكثير وبنظرات أبوة واحترام. كانت الفتاة لا تأمن في القرية إلا هذا الرجل، فهو حمايتها بعد طباعها العنيف. تقرب الرجل إلى أميرة بدون أن يظهر لها أي نوايا تهددها، فاطمأنت له الفتاة ونادته آبا منتصر. وفي يوم اجتمع منتصر وثلاثة من الغرباء عن القرية، وانطلق بهم بسيارته إلى قرب بيت الفتاة الذي يقع في أطراف القرية، وأشار لهم على البيت. نزل الثلاثة متلسمين إلى منزل الفتاة بأقنعة تخفي وجوههم، وهجموا على البيت ليجدوا الفتاة نائمة في سلام، لكن بعد لحظات فزعت من منظر الشباب الذين حاولوا أن يغتصبوا جسدها وهي تصرخ لكن لا منجد. شعرت أن الحياة ضاقت بها وأنه لا مفر من أنياب هؤلاء الذئاب الثلاثة. حاولت أن تمسك بأي شيء تدافع به عن نفسها وزاد توترها، لكن الثلاثة في ثبات كانوا يثيروا رعبها، إلى أن كتفها الرعب فسقطت على الأرض في أحد أركان الغرفة، ضم أرجلها إلى صدرها وتبكي فاقدة الأمل في الإنقاذ. وإذ بعد لحظات تجد الرجل يضرب طلقات نار في الهواء، فيفر الثلاثة هاربين تاركينها، تجري إلى هذا الرجل فتجده أبا منتصر، فتدخل إلى أحضانه
وتبكي في حضنه وهو يطمئنها بيده وحضنه الدافئ. لا تخافي يا أميرة، وأنا موجود في هذه الدنيا لأجلك. أمسكت فيه أميرة بكل قوتها وتشبثت في حضنه لبعض الدقائق وقالت: أبا منتصر، أنا مرعوبة، أترجاك أن لا تتركني هنا. أنا سأذهب معك إلى أي مكان وسأكون لك خادمة، لكن أرجوك أن لا تتركني أبدا هنا لوحدي. نظر لها في حنان وشفقة: أنا لا يمكنني أن أتركك يا ابنتي، لم يعد من الممكن أن تعيشي هنا بعد الآن. احضري ملابسك وتعالي، سوف نسافر معا إلى مصر. مسحت دموعها بأكمامها وجرت تبحث عن ملابسها وهي منتفضة من الفرحة وفي سرعة وخوف. لمت كل ما كان في خزانتها من ملابس وهو كان ينظر لها في صمت وابتسامة. اتركي ملابسك يا عزيزتي، فهي لم تعد تناسبك. سأجلب لك ملابس جديدة من القاهرة، وهيا بنا لنذهب سريعا من هنا. خرجت الفتاة معه وتركت كل شيء وهي تعتقد أنها الجنة والأمان والحياة التي تحلم بها. ركبت السيارة مع أبا منتصر وغادروا مدخل القرية إلى القاهرة، ولم ينطق أحد منهم بكلمة. ومن التعب نامت أميرة على كرسي السيارة ولم تشعر إلا بالرجل يهز كتفها. قد وصلنا يا أميرة يا ابنة، فهيا بنا لندخل. وقفت السيارة أمام قصر فخم وضخم جدا. نظرت الفتاة واتسعت عيناها كأنها في داخل حلم، والاندهاش الشديد كان ظاهر على ملامحها. ما كل هذا يا أبا منتصر؟ إنه أكبر بكثير من قريتنا بالكامل. ابتسم لها في خبز: هذا أصبح منزلك الآن. رقصت البنت في فرحة وقفزت من السعادة ووضحت عليها معالم الفرح والانبهار. دخل الإسنان القصر المليء بالخدم والحراس، والجميع يرتدي البدل الفخمة التي كانت تراها أميرة في التلفزيون فقط. لفت أميرة في القصر وطار عقلها وانبهرت وقالت لنفسها: قد وصلت أخيرا للجنة. أمسك أبا منتصر يدها وصعد بها إلى غرفة كبيرة جدا، بها حمام خاص ملحق بها وسرير كبير ودولاب وتكييف. والفتاة لم ترى ذلك بحياتها يوما، فكان كل ما تقع عليه عيناها هو انبهار جديد. وفتح لها أبا منتصر الدولاب المليء بالفساتين شبه العارية، فساتين السهرات. جرت أميرة على الدولاب وأمسكت الفساتين في انبهار شديد وهي تقول: هل سأرتدي كل هذا؟ إنه عاري لكنه فخم جدا، إنه مثل الممثلات. ضحك الرجل وعيناه تبرقان بلمعة خاصة: أحضرت لك بعض الملابس حتى تعتادي على هذا يا حبيبتي. وفتح لها أحد أبواب الدولاب فوجدت تشكيلة من التيشيرتات والبلوزات الرائعة. فرحت جدا بكل ما رأت وانبهرت جدا وكانت تقفز من الفرحة، ولكن لم تلاحظ الفتاة الأمية التي لا تعرف القراءة والكتابة الكلمات المطبوعة على جميع الملابس. فانطلق الرجل مغادرا للغرفة وتركها في انبهارها، والفتاة ترتدي الملابس وتغير بينها في فرحة، تسهر على كل ملامح وجهها وتراقب نفسها في مرآة وهي فرحة بجمالها وأنوثتها. فهي تشبه الآن نجمات السينما التي كانت تراقبهم في التلفزيون، ترقص في أنحاء الغرفة وتلعب بانبهار في ريموت التكييف وتقفز على السرير. ودخلت الحمام تكتشف تلك الغرفة الجديدة التي أصبحت ملكها. اندفعت لتجربة كل شيء جديد في عالمها بانبهار وعدم تصديق. وهنا تبدأ المرحلة الأولى، أنك تستخدم ضربة خصومك في اللعبة لتفوز. ظهرت علامات عدم الفهم والتعجب والضجر من المتكلم، وعليت الأصوات في غضب وثورة من عدم فهم أي شيء، وبدأ بعض الحاضرين في الانسحاب. فوقف المتكلم على الباب الخروج: أعرف جيدا أنكم لا تفهمون ما أقصده، ولكن انتظروا قليلا ستتضح معالم اللعبة. فعاد الجميع في ضجر لمقاعدهم وفي رغبة فضولية لمعرفة ما يدور في ذهنه وما يقصد من تلك القصص غير المترابطة. فنظر لهم بابتسامة: حتى الآن تسير الأمور كما أريد، وابتسم. لكن الجميع تناقشوا فيما بينهم في غضب وعدم فهم، وانتظروه أن يكمل ما يريد ليصلوا لفهم مقصده. الحلقة دي بكده انتهت. بإذن الله في الحلقة الجديدة هنعرف إيه اللي حصل في البلاطة التالتة. لو عجبتك الحلقة فأنا بستأذنك تدوس لايك، تكتب لي رأيك في الكومنتات، وما تنساش لو أنت لسه مش عامل سبسكرايب إنك تعمل عشان يوصلك الحلقات الجديدة. وطبعا هتلاقي كل الحلقات موجودة ومجمعة في قسم خاص
في بلاي ليست باسم السبع بلاطات. لو انت لسه ما سمعتهمش فانا بستأذنك تروح تسمعهم عشان تعرف تستمتع بالحكي. وبإذن الله اشوفك في فيديو. سلام. يا ماما ده الحلاوة شايف نفسه علي حبتين واصحابة من كتر مصر شفايفهم بقى ليهم بدل البسبوسين وحالي بقى سلاوة في شفايفهم وانتي مش طايقة ابويا وصحباتي مقسومين نصين اللي بتلعن وتسب واللي بتمثل انها متحملة وبتحب بتقولي جواز وهو يعني ايه الجواز مش لما تعرفيه الاول ابقى قوليلي ساعتها اتجوزي ماما ده الحلاوة شايف نفسه علي حبتين واصحابك من كتر مصر شفايفهم بقى ليهم بدل البسبوسين وحالي بقى سلاوة في شفايفهم وانتي مش طايقة ابويا وصحباتي مقسومين نصين اللي بتلعن وتسب واللي بتمثل انها متحملة وبتحب بتقولي جواز وهو يعني ايه الجواز مش لما تعرفيه الاول ابقى قوليلي ساعتها اتجوزي من الممكن أن تجيب على أسئلتنا قبل أن تنتقل إلى قصة جديدة. لا أعتقد أن الأسئلة التي تدور في أذهانكم لها علاقة من قريب أو بعيد بمبادئ وقواعد اللعبة. انتظروا وسيتضح كل شيء. زاد صوت ضجر الجالسين وظهرت ملامح الملل واضحة عليهم. سنعود إلى القسطنطينية الآن وغفاريوس وابنته والأمير. أمسك الأمير يد الفتاة الصغيرة وتحسس بأصابعه نعومة بشرة يدها ودفء تجويف يده. أثار في داخل الفتاة لهيب من مشاعر أنوثة لم تتذوقها من قبل. بدأ وعيها يذوب من فيض المشاعر الأنثوية التي تخترقها وذابت عيناها وأشفانها. اضيقت شعر الأمير بثورة جسدها فهمس في أذنها بهدوء عن طريق هواء أنفاسه الساخن بحبك ونطقها بحروف متقطعة. لم تكن الفتاة تتمالك نفسها ولا أحاسيس الجديدة التي شعرت أنها تملك جسدها الآن. والأمير زاد في سخونة لمساته لجسد الفتاة الصغيرة واقترب منها وهي كادت أن تستسلم. ظل الاثنين في صراع يتقدم فيه الأمير إلى أعماقها وتنسحب هي منهارة قواها. مشي الاثنين عبر السوق ينظر الجميع إلى الأمير حاسدينه فقد فاز كعادته بقلب أجمل أنثى. وتتصارع أنفاس الفتاة مع كل كلمة تخرج من الأمير في وصف جمالها وإبداعها وحبه لها. اقترب الاثنين من خيمة خاصة للأمير في آخر السوق. دعاها للدخول فلم تتردد أن تدخل وهي مغيبة العقل ساكرة بمشاعر قلبها. جلس الأمير إلى جوارها تلمس جسدها بأطراف يده جعل ثورة من نار تسير تحت جلدها من آثار تقابل أصابعه مع جسدها. فجأة دخل أفيغاريوس الخيمة وفي يده فتاة باكية لتخبري ابنتي من أنت وماذا فعل بك هذا الشاب. نظرت الفتاة الباكية في خجل لأفيغاريوس. أنا كنت أحد ضحاياه قبل أن تأتي أنت فخدعني لأنني كنت أجمل فتاة وبعد أن وجد الأجمل مني وشعر أنني لم أعد ذات فائدة له كنت قد أحببته وأحببت لمساته وأنفاسه وكلماته وتغزله في جسدي ومعاملته لي بعشق
لم أحتمل تركه لي، لم أحتمل أن أعيش بدون تلك اللحظات، فقد أصبحت محتاجة إلى تلك المشاعر، غير قادرة على الاستغناء عنها، فقبلتها ممن هو أقل شأن من الأمير وأقل تقديرا منه، لمجرد سد جوع ولد داخلي ولا أحتمله. والآن أقبل سد جوعي من أي أحد، لأني لا أحتمل أن أعيش. فالواقع أن كلماته ولمساته وأنفاسه جعلتني أسيرة، لست بحرة الآن. ففي أيامي الأولى كنت أعيش كيفما شئت وأفعل ما يحلو لي قبل أن يخدرني ويأسرني، كنت حرة، ولكني لم أعد حرة مجددا. صدمت الفتاة الصغيرة وشعرت بالخوف، وشعرت أنها بالفعل بدأت تشعر بكلمات هذه الفتاة، فهي أصبحت تشعر برغبتها في لمساته وحضانه وكلماته. بدأت الدموع تنهار من عيناها وجريت إلى الأب ورمت نفسها في حضنه. لف الأب يده حول جسدها وكأنه يريد أن يخفي جسدها بجسده، ونظرت عيناها من بين أذرع أبوها للأمير الذي لم يستسلم بعد، فنهض من على مجلسه. قد أكون كما تقولون، وقد عرفت ما يدعون به أنهم فضحوا أمري، ولكني سأخبرك بكامل الحقيقة، فما قالوه ما إلا جزء منقوص من الحقيقة. كل الرجال هكذا مثلي، فإن العيب ليس في يا حبيبتي، ولكن الأنثى هي من تملك أن تجعلني في يدها إلى الأبد، أو أن تجعلني أهرب منها إلى الأبد. فللأنثى فنون تعلق قلوب الرجال بها، وهذه الفتاة التي سبقتك لم تعرف أي شيء عن فنون إرضاء الرجل، فكان مصيرها ما حكت. ولكنك أنت يا عزيزتي تختلفين عنها كثيرا، فلا تربطين مصيرك بمصيرها. نظرت له الفتاة وهي تحاول أن تستوعب الكلمات، ما بين حيرتها في صدق كلماته وما بين أماني أباها الرجل العجوز الذي ينظر لها ويتمنى أن تصدق حلمه لها في حياة ارتباط سعيدة كما يتخيلها لها. وشعرت الفتاة أنها في صراع بين واقعين، قد يكون كلام الأمير صحيح، وبالفعل هو يصف تصرفات الرجال، وأيضا كلمات الفتاة صحيحة وقد تعبر عن مصير ينتظرها. أما حلم الأب فهو لم تراه في أي رجل، ولا تجد من يؤمن به غير أباها. وبدأت الدموع تظهر في عين بعض الفتيات الجالسات، وشعرت نيرة برعشة في جسد صديقتها، فمدت يدها لتمسك يد صديقتها وتحتضنها بين كفتيها. وفي هذه المرة لم تهيج القاعة، بل صمت الجميع في حزن خيم على أغلب الحاضرين. وأما المحاضر فنظر في صمت إلى عيون كل الجالسين ولم يفتح فمه، وظل صامتا للحظات. وبكده يكون الجزء ده خلص، بس الحلقة دي جزء من رواية كاملة. لو انت ما سمعتش الرواية او ما فهمتش الحلقة، فانا بستأذنك انك تروح تسمع باقي الحلقات وترجع تسمعها، هتفهم الصورة كاملة وهتفهم احنا كنا بنحكي عن الرواية. لسه ما خلصتش وفي اجزاء تاني ان شاء الله في الحلقات الجديدة. لو عجبتك الحلقة فانا بستأذنك تدوس لايك وتكتب لي رأيك في الكومنتات، وما تنساش لو انت لسه ما عملتش سبسكرايب للقناة، فانا بستأذنك تعمل عشان يوصلك الفيديوهات الجديدة اول ما تنزل، واشوفك بإذن الله في حلقة جديدة. سلام. يا ماما ده الحلاوة، شايف نفسه علي حبتين، وصحابك من كتر مصر شفايفهم بقى ليهم بدل البسبوسين، وحالي بقى سلاوه في شفايفهم، وانتي مش طايقه ابويا، وصحباتي مقسومين نصين، اللي بتلعن وتسب واللي بتمثل انها متحمله وبتحب، بتقولي جواز وهو يعني ايه الجواز، مش لما تعرفيه الاول ابقى قوليلي ساعتها اتجوزي. ماما ده الحلاوة، شايف نفسه علي حبتين،
صحابك من كتر مصر شفايفهم بقى ليهم بدل البسبوسين وحالي بقى سلاوي في شفايفهم وانتي مش طايقه ابويا وصحباتي مقسومين نصين اللي بتلعن وتسب واللي بتمثل انها متحمله وبتحب بتقولي جواز وهو يعني ايه الجواز مش لما تعرفيه الاول ابقى قوليلي ساعتها اتجوزي سأنتقل معكم أيضا إلى أميرة وفي هذه البلاطة التي يلعبها خصمك في اللعبة قد تكون هذه البلاطة أحد أهم الخطوات في اللعب. ارتدت أميرة الملابس التي أتى بها أبو منتصر وهي تقف أمام المرآة تلاحظ روعة جسدها وأنوثتها الظاهرة بشكل جيد مميز وبارع الجمال، فهي لأول مرة تكتشف جمال جسدها ونراها بهذه الصورة. سمعت خبطات رقيقة على الباب ففتحت الباب لتجد خادمة بشوشة مبتسمة وتظهر عليها ملامح الحنوة والرقة. حينما رأت أميرة ظهرت ملامح التعجب على وجهها وهي تقول: أنا خادمتك رغدة يا سيدتي، أوصاني مستر منتصر أن أهتم بك وأعلمك ما تريدين في حياتك الجديدة. فرحت أميرة جدا بكلمة خادمتك، فشعرت أنها أصبحت كبطلة لأحد الأفلام التي كانت تسمعها في البلد. جيد يا رغدة، أنا بالتأكيد سأحتاج إليك لأعرف الكثير. نظرت لها رغدة في صمت وتظهر عليها ملامح الحيرة عندما قرأت الكلمات المكتوبة على ملابس أميرة، ولكن أميرة لم تبدي أي اهتمام بهذه النظرات. أتحبين أن تخرجي في نزهة سيدتي؟ هزت أميرة رأسها في فرح وحماس، أمسكت يد رغدة وجذبتها للخروج لتريها المدينة التي سمعت عنها كثيرا والتي اشتاقت أن ترى ما فيها. بعد أن خطت أبواب الفيلا بخطوات قليلة لاحظت أن كل من يقابلها ينظر إلى ملابسها ويقول لها كلمات ذات إيحاءات جنسية صريحة، وبعضهم يعرض عليها ممارسة الجنس، وكانت تتعجب من رد فعلهم عليها حينما ترفض. يقولون لها: أنت عاهرة قذرة، لماذا ترفضين الجنس؟ أهل المقابل أقل مما تريدينه؟ سألت أميرة رغدة عن سبب تعامل كل من يقابلها معها بهذا الشكل وبتلك الردود في نظرات حزينة. قالت لها: هذه الطريقة هنا يا سيدتي التي يتعامل بها من مثلك. استعجبت أميرة جدا من كلمات رغدة ورنت في ذهنها أفكار تربط بين نظرات الرجال في القرية ومحاولة اغتصابها وبين كلمات الرجال هنا في المدينة، وقالت لنفسها: أهل خلقت للجنس؟ أهل هذا دوري في الحياة؟ إذن لماذا أرفض أن أكون كباقي النساء ما دام هذا هو المخطط لحياتي وحياة من مثلي؟ أهذا لأن أمي ماتت قبل أن تعلمني شيئا فصرت رافضة للجنس؟ قررت أن تعود إلى البيت وطلبت من رغدة أن تعود بها وتكفي هذه الجولة. عادت الفتاة بالفعل إلى غرفتها، غيرت ملابسها وجلست وحيدة تفكر إلى أن تعبت من التفكير في كل شيء، فقررت أن تفتح التلفزيون لتجد كل الأفلام فيه تذيع أشياء لها علاقة بالجنس، وأغلب بطلات الأفلام تمارس الجنس والرجال يطلبون الجنس. تساءلت الفتاة في ذاتها: يبدو أن هذه الحقيقة التي أخفيت عني ولم أعرف عنها شيئا لأنه لم يوجد من يعلمني. نادت أميرة على رغدة فأتت إليها مسرعة، سألتها عن عملها: أنا خادمة هنا يا سيدتي، وأعمل منذ أكثر من 10 سنوات في هذا المنزل. دار في رأس أميرة أن تسألها عن الجنس ومعلوماتها عنه بصفتها السيدة الوحيدة التي تواصلت معها أميرة بشكل شخصي منذ أن كبرت، فهي لم تكن تتعامل مع أحد بشكل أعمق من علاقات البيع والشراء ولا تعرف عن الحياة أي شيء من بعد موت أبويها. أنت قلت أنك هنا لأجل مساعدتي وتعليمي، فهل يمكن أن أسألك عن الجنس؟ اعتقدت رغدة
من سؤال أميرة أنها تريد أن تعرف الفارق بين ممارسة الجنس في القرى والقاهرة. أنا حقا لا أعرف كثيرا عن عادات أهل القرى، ولكن أعرف أن الجنس هنا أمر طبيعي بين الرجل والأنثى. رنت كلمات رغدة في ذهن أميرة التي ظهرت عليها علامات الاندهاش من كلمة أمر طبيعي بين الرجل والأنثى. شعرت أنها لو تمادت في أسئلتها ستظهر أنها جاهلة، فحاولت أن تداري اندهاشها. أنا أعرف ذلك، لكني لا أعرف ممارسات الجنس كيف تكون هنا، وأحتاج إلى من تعلمني ذلك. نظرت لها رغدة في اندهاش من طلباتها. أمرك سيدتي، أتريدين أن تمارسين الجنس مع رجل؟ أستطيع أن أحضر لك ما شئت، هو سيعلمك أفضل مني. فكرت أميرة في كلماتها والبساطة التي تتكلم بها عن ممارسة الجنس وجلب رجل بسهولة، وشعرت أن هذا أحد سمات عالمها الجديد، لكن خافت من أن تأتي برجل. أريد فقط أن أرى بعض الممارسات هنا. ابتسمت لها رغدة، قد فهمت مقصدك يا سيدتي، وأحضرت لها قناة جنسية على شاشة التلفزيون. أميرة نظرت في اندهاش وتعجب وخوف، لكن تملكتها مشاعر الفضول لاكتشاف عالم البالغين أكثر، فظلت تنظر إلى الشاشة في حالة من الذهول، وتنظر إلى تعبيرات الفتيات التي يبدو كل منهما في غاية السعادة والاستمتاع. شعرت الفتاة لأول مرة برغبة غريبة في جسدها ومشاعر غير مفهومة وبعض الانقباضات أسفل بطنها وفي صدرها، لكن خشيت أن توضح ذلك لرغدة حتى لا تكشف جهلها، على اعتقاد منها أن ذلك سيقلل من شأنها أمام خادمتها المتمدنة. نظرت رغدة لها في صمت. بعد لحظات قطعت الصمت. أتحبين أن أتركك سيدتي لممارسة العادة السرية؟ رنت الكلمة، وأسئلة كثيرة تصاعدت صوتها في عقل أميرة عن معنى كلمات رغدة. شعرت أنه أفضل أن توافقها الرأي حتى لا ينكشف جهلها، فهزت رأسها وأشارت لها بالخروج. انسحبت رغدة من الغرفة في صمت، والفضول يتحكم في ذهن أميرة. قالت لنفسها إن هذا ما تفعله الفتيات، يجب أن أتعلم ما يحدث. بدأت في تقليب ما تراه عبر الشاشة. بدأت تشعر بنوع من اللذة والفضول ومشاعر غريبة تجتاح جسدها. صمت المحاضر للحظات وهو ينظر في أعين الجالسين ويرى في أعينهم الإنجذاب للمحاضرة. هذه النقطة الجوهرية في اللعبة الآن أحد أهم المحاور في لعبتنا. بعد كلماته هاجت بعض الأصوات في كلمات هامسة بينهم عما يقصد بتلك اللعبة، وأبدأ بعضهم الرفض لما يقوله. انقسمت القاعة بين صامتين يريدون أن يعرفوا النهاية، وبين غاضبين من طريقة تقديمه للجنس ومناصرين للمرأة، وبين متشددين دينيا رافضين هذا الأسلوب بالمرة. قطع كل هذا صوت ثابت. أنا أعرف جيدا ما يدور في أذهانكم الآن، لكن أرجوكم أن لا تحكموا الآن وانتظروا حتى النهاية. في غضب صامت وإجبار من الفضول استمر الجميع في انتظار مثقل ليسمعوا ما ستصل إليه تلك المحاضرة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة دي، بس لسه الرواية منتهتش. استنوني بإذن الله في حلقة جديدة وهنكمل البلاطة الخمسة. لو ما سمعتش الحلقات اللي قبل كده فهتلاقيهم موجودين عندك في بلاي ليست متجمعين. ولو عجبتك الحلقة فأنا بستأذنك ان انت تدوس لايك وتسيب لي رأيك في الكومنتات، ولو لسه مش عامل سبسكرايب فأنا بستأذنك تعمل عشان توصلك الحلقات الجديدة اول ما تنزل بإذن الله. اشوفك في فيديو جديد. سلام. ماما ده الحلاوة شايف نفسه علي حبتين، واصحابة من كتر مصر شفايفهم بقى ليهم بدل البسبوزين، وحالي بقى سلاوة في شفايفهم وانتي مش طايقة أبويا، وصحباتي مقسومين نصين اللي بتلعن وتسب واللي بتمثل انها متحملة وبتحب، بتقولي جواز وهو يعني ايه الجواز، مش لما تعرفيه الاول ابقى قوليلي ساعتها اتجوزي. يا
ماما ده الحلاوة شايف نفسه عليا حبتين. أصحابك من كتر مصر شفايفهم بقى ليهم بدل البوسبوسين، وحالي بقى سلاوي في شفايفهم وانتي مش طايقة أبويا، وصحباتي مقسومين نصين اللي بتلعن وتسب واللي بتمثل إنها متحملة وبتحب. بتقولي جواز وهو يعني ايه الجواز؟ مش لما تعرفيه الأول ابقى قوليلي ساعتها اتجوزي. هذه البلاطة هي تكملة لخطوات فوز اللعبة، فهي أحد أهم أركان اللعبة. الجميع صامت أمام المحاضر ينتظر كلماتها القادمة وينتظر الانتقال للجديد في محاضرته. نعود إلى أفيغاريوس والأمير وابنته والفتاة. أفيغاريوس نظر إلى ابنته في شفقة وفكر في حكمة بما يدور في ذهنها من كلمات الأمير. أعرف يا ابنتي صراعك بينما ترينه واقع للرجال وواقعا للنساء. أعرف أنك الآن تختارين بين نقيضين، الأول رغبتك في أن تشعري بالحب، والثاني خوفك من أن يكون مصيرك كتلك الفتاة. وأنا أزيد صراعك على الهامش بكلماتي عن الحياة التي أتمناها لك والتي أتمنى أن تعيشينها، وأعرف أنني أظهر لك كرجل عجوز حالم يتكلم بعيد عن الواقع والحياة التي ترينها الآن في ذلك السوق. أعرف من نظراتك انتظار رد مني يساعدك، لكنك لا تدركين خوفي أنا أيضا، لأن من يوم اختيارك للزواج سأكون عاجزا عن فعل شيء، فإن أهانك أو أساء معاملتك ستجنينني بيتا تلجئين إليه، لكن لن أملك وقتها شفاء ما مررت به من خبرات. أخاف من أن أصير يومها عاجزا أمامك ولا أملك حيلة تجاه جرحك وألمك. أنا حينما دعوتك معي لهنا كنت أخاف ذلك اليوم منذ مولدك، وكم أجلت وهربت وقلت لنفسي ما زال هناك وقت. التأجيل لم يسعفني وجاء وقت تختارين فيه. أستطيع أن أستخدم سلطاتي كأب وأمنعك عن هذا أو هذا، ولكن إلى متى وكيف سترين تصرفي هذا؟ فأنت بالفعل لا تفهمين شيئا وليس لديك خبرة كافية في الحياة. قد تدينينني يوما أنني منعتك وتعتقدين أن ما منعتك عنه كان اختيارا أفضل مما سوف تختارينه. أنا قررت أن أغريك وأقنعك يا ابنتي بأفكاري، أنا الرجل العجوز وأترك في يدك الاختيار. بهذا لا أتخلى عنك يا ابنتي، ولكن هذه هي سنة الحياة التي تحكم علي بعد كل ما مررت به أن أترك لك الاختيار. الآن أن تقتنعي برؤيتي وتختاري حسب أفكاري وتثقين فيه، أم تختاري حسب ما يقنعك به المعجبون بك والعالم من حولك. لا تنسي يا ابنتي أن جوازك لن يغير حقيقة أنك ابنتي التي أتيت بها للعالم لأجل أن تعيش سعيدة، وإن أحبط حلمي في سعادتك سأكون أجرمت في حقك. ولكني لا أعرف أيضا خبرتي في الحياة هي الأفضل لك أم لا، فأنت لست أنا، وخبرتي تجعلني أختار الأفضل لي أنا يا ابنتي وليس الأفضل لك. وأخاف يا حبيبة الصغيرة أن يكون الأفضل لي لا يناسبك أو لا يليق بك. كل ما أملك الآن أن أترجاك اسمعي مني قصتي وكيف كنت وكيف كونت خبرتي، وإذا رأيت أنها تناسبك أو تساعدك أن تكوني اختيار فهذا كل ما أملك الآن يا ابنتي لمساعدتك في صراعك. نظرت له الفتاة الصغيرة وهي تسمع كلماته باهتمام وشفقة على الرجل الذي لم تراه في مثل هذا من قبل، وفي تحدي من الأمير
لافغاريوس، ما الذي تحاول أن تقوله؟ أتحاول أن تقنع ابنتك أنك كنت مع أمها مختلف عني معها الآن؟ أم تحاول أن تمنع ابنتك عن الزواج خوفا من أن تصير مثل أمها؟ وبكده اللعبة ابتدت تمشي في خطوات ثابتة، وبقت زي ترس مقفول من كل النواحي على اللعبة اللي معك. تأمل المحاضر للحظات الأشخاص الجالسون، من بينهم من فقد الأمل، ومن بينهم من أثير فضوله ليصل إلى نهاية مقصده، ومن بينهم من مل وعزم على ترك المكان. لكن كانت نسمة صديقة نيرة ملتفتة، وكأن هذا الرجل أخرج صراعها في كلماته. وبكده الحلقة دي كمان خلص. أتمنى لو الحلقة عجبتك تدوس لايك وتكتب لي في الكومنتات، وطبعا لو انت لسه مش عامل سبسكرايب فانا بستأذنك تعمل عشان توصلك الحلقات الجديدة. وعلى فكرة دي حلقة من ضمن سلسلة حلقات، لو ما سمعتش اللي قبل كده ياريت تسمعها. اشوفك بإذن الله في فيديو جديد. سلام. سنعود الآن إلى أميرة، الفتاة الريفية في فيلا أبا منتصر. وأعرف جيدا أن الكثير منكم مل من كلامي، ولكن لم يتبقى إلا قليل جدا لتتضح الصورة كاملة لأركان اللعبة. توقف عن الكلام للحظات وترك الجالسين يتبادلون الكلام فيما بينهم. بدأ يشرب من فنجان القهوة في استمتاع، وكأنه اقترب من إنجاز مهمته بنجاح. تقدمت له نسمة في خطوات ثابتة، وفي عيناها لمعة إعجاب. أنت أخرجت صراعي الحالي، وهذا ما أمر به وأفكر فيه، فهل لديك حل في نهاية الكلام؟ أم أنك ستعرض المشكلة فقط؟ نظر في عيناها بشكل مباشر، ونظرات حنان قابلتها عيناها بإعجاب. بالتأكيد لدي حل، وأشكرك أنك ربطت بين الأحداث التي دارت في حياتك وبين محاضرتي. عادت إلى مكانها ونيرة تنظر لها. أتعرفين أنا إذا اقتربت منه مثلك بهذه العيون وتلك النظرة لكنت ارتميت في حضنه، وكان من المستحيل أن يتمكن أحد من أن يفلته من يدي. فضحكت نسمة وبدأ هو يتحرك يعود إلى تكملة محاضرته. أميرة عملت على تقليد ما تراه في شاشة التلفزيون من ممارسات، وظلت هكذا لأيام، لكن بدأت تشعر برغبة في أن تمارس دورها كأنثى. شعرت باحتياج لرجل يكون معها في غرفتها، فنادت على رغدة بصوت عالي، وكانت تجلس على السرير عارية بالكامل لا يستر جسدها شيء، فقد ذهبت عنها كل ملامح خجلها. قلت لي أنك تستطيعي أن تحضري لي رجل، فأطلب منك الآن أن تحضريه لي. هزت رغدة رأسها وغابت دقائق، وعادت على الباب أبا منتصر ينتظر أن تشير له بالدخول. أحضرت لك الرجل يا سيدتي، انتصبت أميرة واعتدلت في جلستها وأشارت لها أن تسمح له بالدخول. فزعت أميرة وخجلت حينما رأت أبا منتصر يدخل، ولكن هو احتضنها في رقة. ألست أنا بالرجل المناسب لك يا حبيبتي؟ شعرت الفتاة ببعض الخجل. أتمنى أن تكون أنت أول رجل لي يا أبا منتصر. نظر وابتسم لها وأشار لرغدة أن تغلق الباب، وفي لحظات صار عاريا هو أيضا، وأمسك بالريموت ليغير القناة ليأتي بقناة فيها نوع خاص من الجنس الغير سوي. تنظر الفتاة في فضول. ما رأيك أن تمارسين معي بهذه الطريقة؟ نظرت له وبطنها تنبض ويدها ترتعش. أي شيء منك يا أبا منتصر سيكون رائعا. بالفعل انتهش الرجل جسد أميرة، وكلما حاولت أن تقاوم يقول لها جميع النساء يقبلون بذلك احتملي. وردخت الفتاة تحت ثقل كلمة جميع النساء تقبل بذلك احتملي. ومرت الأيام من تلك الممارسات الغير سوية، وبعد أن شبع الرجل منها دعا أصدقائه لممارسة الجنس معها. وفي أحد المرات قرأ رجل الكلمة التي على ملابسها فكانت أنا عاهرة أتمنى أن تنام معي. صمت للحظات وكأنه يستثقل ما سيقوله لاحقا، واستجمع قواه. هذه الضربة هي بداية نهاية اللعبة. هذه المرة لم يتكلم أحد في القاعة، ولكن يبدو على الجميع الحزن والكآبة. وبكده الحلقة دي تكون انتهت. أتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوش تدوسوا لايك عشان تشجعوني، وتكتبولي في الكومنتات رأيكم في الرواية كاملة. وعلى فكرة الحلقة دي جزء من الرواية، هتلاقوها في بلاي ليست ك
كاملة. ولو لحد دلوقتي ما اشتركتوش في القناة فانا بستأذنكم ان انتوا تعملوا سبسكرايب للقناة عشان توصل لكم الفيديوهات الجديدة بإذن الله. ودلوقتي اشوف وشكم بخير في الحلقة الجديدة. سلام. يا ماما ده الحلاوة شايف نفسه علي حب تاني وصحابك من كتر مصر شفايفهم بقى ليهم بدل البوسبوسين وحالي بقى سلاوة شفايفهم وانتي مش طايقة أبويا وصحباتي مقسومين نصين اللي بتلعن وتسب واللي بتمثل انها متحملة وبتحب بتقولي جواز وهو يعني ايه الجواز مش لما تعرفيه الاول ابقى قوليلي ساعتها اتجوزي ماما ده الحلاوة شايف نفسه علي حب تاني واصحابك من كتر مصر شفايفهم بقى ليهم بدل البوسبوسين وحالي بقى سلاوة في شفايفهم وانتي مش طايقة ابويا وصحباتي مقسومين نصين اللي بتلعن وتسب واللي بتمثل انها متحملة وبتحب بتقولي جواز وهو يعني ايه الجواز مش لما تعرفيه الاول ابقى قوليلي ساعتها اتجوزي